ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على برج الدلو وتوقعات النص الثاني لشهر ديسمبر لعام 2020. برج الدلو اللي اقدر اقوله ان النص الثاني يلا نبتدي حياتنا، لان انت اللي هتمشي الابراج كلها على فكرة خلال النص الثاني عامة او من بداية النص الثاني. هي سنتك بدأت خلاص، عندك هيكون في احداث فعلا فعلا مهمة جدا يا برج الدلو. عندك في تحسين في الامور العاطفية، تحسين في الامور المهنية، تحسين في الوضع العائلي وتصالح مع الآخرين وقرب علاقات وأشخاص عايزة تدعمك. عندك فكرة مشروع، عندك بداية جديدة، عندك تألق، عندك إن أنت بتزدهر. حتى كمان هتلاقي طريقتك في التعامل مع الآخرين أو طريقتك على السوشيال ميديا بتتغير بعد حالة من الضغط النفسي شوية لحالة للانفراد، وحاسس كده إن أنت مسكر كده، حاسس إن أنت أو برج الدلو برج مسكر يعني إيه عامة. بس لا فعلا احنا حاسين ان في تفاؤل، يعني هيكون عندك لحظات تفاؤل، عندك ان انت بتشم نفسك كده، عارفين لما يبقى فيه هواء نقي فانت بالظبط كده شغلت البلازما، فاللي هو ده موجود. طيب برج الدلو عندك من الحاجات المهمة جدا جدا ان انت في حدث مهم في امورك المهنية، يعني في ترقية. احنا نتكلم على الوضع المهني الاول، في ترقية في مجال جديد، في اضافة لامورك المهنية، انت نجحت في مسؤولية او بتشيل مسؤولية، يعني ترقية في مكان بس انت ناجح فيها، انت عندك اشخاص داعمين ليك، اشخاص بيساعدوك جدا جدا كوضع مهني، وده اضافة ليك بشكل قوي لان هيخليك مزدهر كمان اجتماعيا، هيخلي في كلام كتير ايجابي بيتقال عليك، في قوة، في اشياء كتير مميزة. يعني الوضع المهني عندك ترقية، عندك تميز، عندك وقت مناسب على فكرة ان انت تقدم على وظيفة او ان انت تبتدي مشروع، يعني وقت مناسب جدا. عندك في مشروع هيبتدي او هتعمله ليه علاقة بيه، حاجة عقارية او استثمارية او حاجة ليها علاقة بثقافة بإبداع، في نجاح قوي جدا، في ازدهار، في علو شأن. وده على فكرة في حدث مهم برضه هيكون موجود في خلال النص التاني، هيرمي اللي بعد 3 شهور، اول 3 شهور في السنة، اول 3 شهور في السنة الجديدة، ممكن يكون الشهر الثالث او الرابع منهم اللي هيكون فيه المناسبة دي او الشيء ده. برج الدلو كمان عندك في خلال النص التاني في فلوس هتكون موجودة ليك، يعني في اضافة مادية، بس هيكون حالة استقرار، مش اللي هو مبلغ كبير، بس انت هتحس اللي هو اهي بشاير حلوة، فهيكون ده عندك جدا. ده الوضع المهني والوضع المادي. الوضع المادي كمان في شيء تاني، لان عندك في حصول على ميراث، ممكن يجي لك بشرة بانك تحصل على الميراث، ان انت الدنيا هتتحسن معاك. وعندك لو هتبتدي مشروع وفيه ممكن يكون تعثر، فاللي هو الاهل هيساعدوك، الاهل هيكونوا طب خلاص، يعني هيدوك، عارفين اللي هو ايه، اللي هو هتفك زنقتك بالناحيه الماديه، فهيكون ده عندك جدا، ففي اشخاص هتدعمك من الاهل. عندك كمان الشريك هيدعمك جدا جدا في موضوع مهني، وهيكون واقف معاك في موضوع مهني، هيساعدك في امور المنزليه، في عندك ان الشريك فعلا فعلا هيساعدك ويدعمك بشكل قوي جدا يا برج الدلو. طب تعالوا نتكلم على امورنا العاطفيه بالنسبه للناس المرتبطه. عندك تحسين في الأجواء العاطفية وتميز مستمر معانا، أخبار جيدة بعد خلافات مشاكل، لا الدنيا هتتحسن كتير. عندك أنت نفسك، أنت عايز تساعد الشريك، أنت عايز إن الدنيا تكون أفضل وأحسن، أمور عاطفية. عندك أشخاص عايزين يتدخلوا في شؤونك العاطفية ويبوظوها، كون حذر جدا جدا. عندك فيه هدية او في عندك شيء قوي، شيء متميز هيجمع ما بينك وما بين الشريك، او ممكن يجمع ما بينك وما بين الاهل، يعني ده موجود جدا. بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين اجواء عاطفية سعيدة، هيكون عندنا ارتباط وعندنا اللي هو عارفين اللي هو اشخاص معجبين بقى بينا، احنا معجبين بيهم، فعندك ده جدا، ففي حالات اعجاب هتكون موجوده لبرج الدلو، في بدايه ارتباط اقدر اسميها كده. طب بالنسبه للناس المنفصلين في خلال النص الثاني بعد يوم 21 هيكون عندك رجوع حقك في الانفصال ده، يعني لو عندك قضيه او محكمه ليها علاقه بامورك العاطفيه انت عندك فيها انتصار، عندك فيها ازدهار، فيها عندك قوه انك انت هتقول انا هو خلاص انا خدت حقي، فعندك ده جدا. كمان انت عندك بالنسبة للناس المنفصلين حقك بيرجع لك، امورك الدراسية
في عندك نجاح، لو عندك نتيجة منتظرها بعد يوم 21 الدنيا هتكون احسن كتير، وهيكون عندك نتيجة فعلا فعلا ايجابية كمان. حتى قبل انت عندك الدنيا احسن كتير برضو، من يوم 17 انت الاجواء اصلا هتختلف عندك جدا. طيب المهم برج، وفي التوقعات الاسبوعية هوضح لكم ده يعني، لان ده ليه معاني كتيرة قوي قوي، وانتوا اصلا برج الدلو هو برج السنة اصلا يعني. فعامة وانتوا على فكرة بداية الحظ بتاعكم هي من دلوقتي، الحظ بتاعكم من خلال النص التاني بيبدأ، حظ السنة بيبدأ وانتوا من اكثر الابراج حظ يا برج الدلو. طيب برج الدلو عشان بس الوقت ما يسرقناش، عندك امورك الاجتماعية، عندك فعلا لازم تخلي بالك قوي قوي من طاقة الحسد ومن اشخاص اللي هم الغلويين، عارفين اللي هو معناها غل. فعلا في اشخاص كتيرة عندهم غل وعندهم حقد، عندك اصدقاء بيحدد حبهم وبيحبوك والدنيا تمام، لكن انت عندك في فعلا حقد، في اشخاص لازم تكون حريص. مش الايجابيات اللي تحصل لي اروح ان انا احكيها او ان انا بقى لا خلاص بقى العشاء واكلنا، لا لازم تكون حريص جدا جدا يا برج الدلو انت بتحكي ايه وبتقول ايه. طيب برج الدلو عندك كمان ان انت في اشخاص كتيره هيكونوا مشتاقين لك، اشخاص عايزين يقربوا منك، يصلحوا علاقات، طب ما نعمل كذا، طب ما نعمل مش عارفه ايه، هيكونوا بيبصوا لك نظرات اشتياق. فعلا فعلا عندك حد ممكن يكون عندك حد كان مسافر او حد بعيد عنك هيرجع لك، في حد كان عنده مشكله صحيه صعبه لا هيكون عنده حاله استشفاء، فيبدا ان انت تكون سعيد بيه وهو سعيد بيك جدا. فعندك ده يا برج الدلو، لا في اجواء فعلا سعيده جدا، على قد ما في حقد وفي غل وعندك مسؤولية، لكن الدنيا فعلا بتتغير معانا، حتى كمان طاقتنا بتتغير، بقى عندنا طاقة أفضل، عندنا باور، عندنا إيجابية، عندنا لا الدنيا بتتحسن بشكل حلو. انت نفسك عندك دماغك بقيت اوعى، يعني عندك وعي قوي للي حواليك، عندك ذكاء حلو، فالدنيا احسن كتير. عندك في على فكرة ممكن تسمع ان في مولود جديد او بيبي جديد عندك، ده موجود جدا في خلال النص التاني، في عندك حدث مهم، عشان نكون صريحين انت عندك حدث مهم جدا 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 خلال النص التاني. الحدث ده هيفرق معاك وهو حدث غير متوقع، حدث غير متوقع. ممكن يكون عندك في بعض الاشخاص اللي ممكن يكون ظلموك او جرحوك، هم حاليا او في النص التاني هيعانوا، بس انت في المقابل انت جاي لك فرحة، فهتحس ان كرامتك بتترد قوي. فاهمين اقصد ايه؟ يعني اللي ظلمك وجه عليك هو اللي هيتوجع، بس انت هيجيلك فرحة او هيجيلك شيء مش متوقع ايجابي، فهتحس بانتصار قوي، هتحس ياه العدالة برضو قوية، فهيكون ده عندك جدا. امورك بس الصحية لازم تكون حريص على موضوع كورونا، احنا بنحذر منه كل الناس، ده ما فيش حد خارج بره النصيحة في الموضوع ده، يعني انا نفسي برضو اللي هو بقيت عارفين اللي هو عندي هس شوية، يعني شوية مش عارف الواحد ممكن يعمل ايه في الكحولات دي، كحول. المهم يعني اما في ناس ممكن تفهمها حاجة تانية وفي ناس بتستضلي في الكلام عامة يعني، فلازم نخلي بالنا جدا على صحتنا، نخلي بالنا ان احنا مش ما بلاش التزاحمات والكلام ده كله، لان الوضع الصحي انت معني بيه بعض الشيء، لكن انت ممكن يكون في حد من القريبين منك يكون عندهم مرض ليه علاقة بانتقال، فكون حريص على نفسك، ولازم ان انت تظبط فيتاميناتك والحاجات دي كلها. مش عايزه اطول عليكم، عامه اتفقلوا استبشروا خير، الدنيا فعلا احسن كتير. الابراج الهوائيه اصلا انتوا بتتغيروا للافضل، يرقصكم انتم يا برج الدلو. برج الدلو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناه تفعيل الجرس. سلام.